بداية إخواني، لا شك الأحداث التي تحدث في غزة من الناحية الإنسانية هي أحداث مؤلمة جدا، وأصابتنا بالفزع، وأصابتنا بالقهر، وأصابتنا بالأسف، وأصابتنا بالحزن الشديد، وفي نفس الوقت هذا الصمود، هذا العنفوان، هذا الكبرياء، هذا الارتباط الوثيق بالعقيدة بالله سبحانه وتعالى الذي نراه من أبناء غزة وبنات غزة وأطفال غزة ورجال غزة يخرجون يقولون الحمد لله، من مات مات شهيدا ومن بقي فهو صامد مرابط، لن يري الاحتلال منه أي انكسار. هذا الصمود الذي ذكرته مرارا هو الذي هز العالم الغربي، أقصد المواطن في العالم الغربي العادي، الشباب، طلاب الجامعات، حتى بعض الذين يعملون في الجيش أو في الجانب السياسي، الكل أصيب بالدهشة، الكل أصيب باهتزاز وزلزال. من هؤلاء وما دينهم؟ ما هذا السر الذي تخفيه غزة؟ كيف يمكن لهؤلاء أن يصمدوا وأن يخرجوا من بين ركام بيوتهم يحمدون الله؟ من هو هذا الإله الذي يحمدونه؟ وما هو هذا الدين؟ ما هي هذه العقيدة التي يحملها هؤلاء؟ ولا شك أن الفيديو الذي أخرج لروح الروح، هذا الرجل الوسيم اللطيف الذي يلبس العمامة الإسلامية والثوب العربي وباللحية طيبة ووجه بشوش، كان يداعب حفيدته، وسبحان الله لقطت هذه اللقطة له ووزعت وانتشرت وكان لها الأثر الكبير على المجتمع الأمريكي العادي، الإنسان الذي له مشاعر وعنده أحاسيس وعنده أطفال وعنده يعني تخيل أن يكون هو في مكان هذه العوائل التي تدك بالأسلحة الأمريكية والدعم السياسي الأمريكي. فهذا إخواني هز العالم، وسيكون له ما بعده كما أسلفنا وذكرنا.